تفضل يا إبراهيم. يعني لا زالت الأوضاع الميدانية في مدينة رفح على حالها، لا توجد أي تقدم للآليات العسكرية الإسرائيلية سواء من المحور الشمالي لمدينة رفح أو المحور الشرقي، يعني الدبابات لا توجد أي تحرك لها في هذين المحورين الرئيسيين، وهما المحورين اللذين يعني مرشحان لدخول الآليات الإسرائيلية في حال تم تنفيذ التهديدات الإسرائيلية بالدخول إلى مدينة رفح. من هاتين المنطقتين قد تدخل الدبابات الإسرائيلية إلى مدينة رفح وتطويقها من الناحية الشرقية والشمالية، وأيضا تعلم أن من الناحية الغربية يقع الساحل البحر، ومن الناحية الجنوبية هي الحدود المصرية الفلسطينية. لذلك لا توجد أي ملامح لتقدم بري حتى هذه اللحظة في مدينة رفح، والأمور لا تزال على حالها دون أي يعني أشياء مريبة تحدث في الميدان، باستثناء الغارات الجوية التي تنفذها الطائرات الحربية الإسرائيلية على مدينة رفح، والتي كان آخرها على منطقة مصبح واستهداف منزل لعالي الطباسي، وأدى هذا الاستهداف إلى استشهاد سيدة فلسطينية وآخرين نقلوا إلى مستشفى أبو يوسف النجار في مدينة رفح. أما فيما يتعلق بكل العسكرية الإسرائيلية، لازالت الدبابات تتحرك في منطقة رفح خان يونس ومنطقة جنوب خان يونس، المناطق الشرقية من خان يونس، كذلك المنطقة الغربية من خان يونس تحديدا المخيم الغربي ومنطقة حي الأمل وبلوكجي ومنطقة الحاووز، بالإضافة إلى محيط مجمع ناصر الطبي الذي يشهد الآن يعني قصف عنيف في المنطقة الجنوبية لمجمع ناصر الطبي والمنطقة الغربية، بالإضافة إلى القصف المدفعي المكثف على المنطقة الشرقية من خان يونس. يعني شهدنا قبل قليل كان هناك قصفا مدفعيا عنيفا على المناطق الشرقية والجنوبية والغربية لمحافظة خان يونس. أما فيما يتعلق بأعداد الشهداء، فقد وصل أعداد الشهداء اليوم في مدينة خان يونس إلى نحو 14 شهيدا. هناك 6 من الشهداء نقلوا إلى مستشفى غزة الأوروبي شرق خان يونس، وباقي الشهداء نقلوا إلى مجمع ناصر الطبي، بالإضافة إلى شهيدين نقلوا إلى مستشفى أبو يوسف النجار من مدينة خان يونس، وذلك بعد استهدافهما في محيط إحدى المدارس التابعة للأونروا، وتعذر نقلهما إلى مستشفى ناصر. تم نقل هؤلاء الشهداء إلى مستشفى أبو يوسف النجار في مدينة رفح. الأوضاع في خان يونس لا زالت على حالها خطرة مع استمرار عمليات التصعيد الإسرائيلي العنيف. نقطة إبراهيم متعلقة بحركة النزوح، هل تبعت حركة نزوح عكسية إبراهيم؟ يعني من رفح باتجاه العودة إلى خان يونس أو إلى غيرها من المناطق في وسط قطاع غزة، مع تنامي هذه التهديدات والتصريحات الإسرائيلية باقتحام واجتياح رفح بريا، هل تبعت هذا الأمر؟ شاهدته بعينك إبراهيم؟ هل من استطاع الفرار من رفح قبل هذا الاجتياح عاد إلى مناطق الوسط أو لا؟ يعني كان ملاحظا حقيقة خلال الأيام الثلاثة الماضية على وجه التحديد أن هناك بدء عودة بعض العائلات الفلسطينية إلى منطقتين رئيسيتين، المنطقة الأولى منطقة النصيرات ودير البلح وأيضا منطقة خان يونس. بعض العائلات، ولكن نتحدث ليس عن مئات الأفراد أو مئات المواطنين، نحن نتحدث وشاهدنا بأم العين بعض الشاحنات أو العربات التي يستقلها مواطنين يحملون أمتعتهم ويذهبون باتجاه منطقة النصيرات دير البلح وخان يونس. وهذا النزوح هو يتعلق بأمرين، الأمر الأول هو تنامي التهديدات الإسرائيلية بالدخول إلى مدينة رفح، والتي تزامنت مع استمرار عمليات القصف العنيف والتي أدت خلال الأسبوع الماضي، خلال نتحدث عن 12 يوما، إلى عشرات الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى أن منطقة رفح لم تعد تحتمل يعني المزيد من المواطنين، خاصة مع المنخفض الجوي الأخير وحالة هطول الأمطار. هذا الأمر تسبب يعني بمعاناة شديدة للمواطنين، لذلك بعض المواطنين من سكان النصيرات ودير البلع عادوا إلى مناطق سكناهم لعلها تكون يعني أفضل لهم في مثل هذه يعني
الأوضاع الشتوية والبرد القارس، بالإضافة إلى المخاوف. نحن نتحدث عن عشرات العائلات وليس مئات العائلات أو آلاف العائلات والمواطنين الذين خرجوا إلى مناطق خارج رفح. من المبكر خروج المواطنين من مدينة رفح باتجاه المناطق الأخرى، لأن الأمور حتى الآن على حالها، لا يوجد أي تقدم بري، لا توجد تقدم للآليات الإسرائيلية من الناحية الشرقية أو من الناحية الشمالية، باستثناء بعض الغارات التي تتم على مدينة رفح. ما دون ذلك حتى هذه اللحظة الأمور الناس تتعايش مع هذه الحالة، لكن يعني إذا ما تقدمت الآليات الإسرائيلية من الناحية الشرقية لمدينة رفح ومن الناحية الشمالية، يعني أعتقد أن الناس ستبدأ على الفور بعملية النزوح إلى خارج مدينة رفح. لكن هل بإمكان القوات الإسرائيلية السماح لهؤلاء المواطنين بالسماح للمواطنين بالذهاب إلى خان يونس والمناطق المسطى، أم يتم قصف هؤلاء المواطنين وقطع الطريق، طريق الساحلي، طريق الرشيد الواصلة ما بين رفح وخان يونس؟ هذا الأمر ربما الأيام القادمة، لكن حتى اللحظة الأوضاع على حالها باستثناء عمليات القصف الجوي الذي تزيد من حدته إسرائيل خلال الأيام الماضية. أما فيما يتعلق بالناحية البرية، لا يوجد أي ملامح لتوغل بري على الإطلاق في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.